عشان ابين لك ان هو جاهل. لان اللي بيدير العمليه الانتخابيه هي اللجنه العقبيه، مسؤوليه اللجنه العقبيه. احنا تربينا على كده يا ابني، احنا اللي كنا بنديرها. مش بنديرها بايه؟ بالحرفيه لا، بنزاهه، بنزاهه بين كل الاطراف. الله يفتح عليك يا معلم. بنزاهه لجنه من النزاهه بقى، موجود الامن، امن المكان، امن المنشاه. دي كلمه دي كلمه ثقافه. انا يعني اعمل ثقافه يعني انت ما عندكش ثقافه؟ لا انا الحمد لله، انا بقول لا انا احنا كلنا يا ابني. هي ما تتمرش انت النهارده لما تطلع عين هنا لو ساعتها فلتر طوال لك بدل ما تقفلش يا ابني حد. الناس تقف بره ودخل واحد يخش ينتخب يخلص يخرج. وجيب واحد ما تخافش الامن يا سيدي. قاعد اطلب من الامن انت كلجنه نقابيه، اطلب من الامن انت عايزه والامن يقف معاك. الله لو قال لك بقى قول لي، لكن انت مش عارف تنظم. طب اضلوعك بقى.